السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية كده يا جماعة، أنا عايز في البداية أشكر الأستاذ خالد الرميسي من الإمارات على تواضعه واحترامه، وربنا يجزاه كل خير على أنه عرض عليا حاجات في الإمارات يعني. والله ما أنا فاكر أخت جزائرية أخت لبنانية ما أناش فاكر، هي عايشة في أمريكا، ربنا يجزاها كل خير. أنا بخير وبصحة وفي سعادة الحمد لله رب العالمين. أنا عايش في وسط ولادي وفرحان بيهم ومبسوط بيهم، ما بفكرش في الغربة حاليا. وزي ما قلت أنا مش عويل الحمد لله رب العالمين، أنا راجل الحمد لله ربنا مدينا الصحة والستر. بس في موضوع عايز أتكلم فيه، أنا حبيت بس أشكر الناس في الأول، حبيت بس أتكلم يعني في موضوع إن أنا فوجئت بحاجات بتتزاع على قنوات، إن أنا على لساني أنا إن أنا قلت حاجات في حق مطلقتي، أقسم بالله العلي العظيم ما حصل، والكلام ده عاري تماما من الصحة، لأن أم أولادي ست محترمة ولها كل خير كل الاحترام. ده مش هطول فيه كتير لان ده حق اولاد عليا، و يمكن انا والله وبالله العظيم ما سمعت حاجه من دي خالص قبل كده، ولا كنت بشغل بالي بقنوات، وده يمكن عيب انا عملته في حق نفسي ان انا ما سمعتش الحاجات دي من بدري. فالحاجات دي كلها والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم عارية تماما من الصحة. والناس اللي عندها ولاية يتقوا الله شوية ويرحموا نفسهم شوية، لأن الدنيا ما بتدومش الحد، الدنيا ما بتدومش الحد، فالدنيا فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ربنا اللي هيبقى، احنا كلنا هنمشي. فالكلمة الطيبة صدقة، الذكرى الحسنة صدقة، لما الناس تذكرك بالخير ده صدقة ليك انت، يعني عمل صالح الناس بتذكرك بالخير. معلش بعتذر لو في دوشة عربيات زي ما قلت، انا في حديقة هنا في المحلة وربنا العالم بالجو، جو نار، ومش عارف الفيديو ده هينزل امتى. بس انا حبيت لما عرفت الموضوع فوجئت، والله فوجئت، لان لو انا في الطبع ده كنت اتكلم على مطلقتي التانية، وانا الحمد لله رب العالمين ما عنديش الكلام ده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العظيم. اتقوا الله، اتقوا الله في الكلمة اللي بتقولوها، اتقوا الله في الكلمة، اتقوا الله، اتقوا الله في التبلي على الناس، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في حياتكم، في عيشتكم، في رزقكم، اتقوا الله، لان مش كل من هب ودب هيطلع يتكلم والناس تصدقه. فانا حبيت اوضح الفكره الموضوع ده، لان ده حاجه تمس الشرف وعيب قوي ان احنا نتكلم في حاجه زي دي، لان ملهاش مساحه عندي، لان انا دايما بقول انا عارف نفسي وعارف ايه اللي بيطلع من لساني كويس، وزي ما بنقول اللي مش فينا ما يعبناش، يعني اي حاجه مش فيا ما تعبنيش، لان انا ما يهمنيش اي حد بيتكلم، لكن لما كلام يطلع من حد يبقى عيب، عيب. انا مش راضي اتكلم، انا لحد دلوقتي ساكت وبحترم الناس كلها، لكن الراجل ما يعبوش اي شيء، خلونا صراحه، الراجل ما يعبوش اي شيء، مهما تقولوا ومهما تعودوا ومهما تعيدوا الكلام ده كله كلام فاضي. فانا بطلب من الناس كلها تتقي الله في الحاجه دي، لان ده شرف ودي سمعه، وزي ما قلت اليوتيوب هيزول والدنيا كلها هتزول، مش هيبقى لك الا عملك. فين؟ دور عليه، دور عليه وشوف عملك راح فين، او انت في نيت عمرك في ايه. فما نعانيش من حاجات. انا اكتر واحد اتأذيت على المجال في المجال ده، بشرط ان انا ماليش عداوة مع حد خالص، انا ولا اعرف اي حد، واللي له وبعتها وبكررها مليون مرة،
اللي له اللي ليا عنده اللي ليا عنده فويس او كلمه او رساله يطلعها. انا بطلب منكم تطلعوها. ده ما ليه؟ لان الحمد لله رب العالمين واثق من نفسي وعارف نفسي وعارف احترامي لنفسي عامل ازاي. احنا كنا اتنين مرتبطين بما يرضي الله وافترقنا بما يرضي الله، خلاص نقفل على الموضوع. الشرف مفيش بعده، واي كلمه تمس الشرف هطلع اتكلم، لان انا زي ما انتم شايفين انا ولا بطلع اعمل فيديوهات ولا بتاع ولا بوجع في دماغي كل فين وفين. على ما بطلع بفيديو يعني من اخر فيديو ما عملتش الا فيديو بنتي وعلى كده، لكن ان انا الاقي كميه التبلي وكميه التبلي في الشرف كمان فده حرام. ولفت نظري على المنتدى بتاع احدى القنوات ان لقيت فيديو لمطلقتي بتتكلم فيه، فانا دخلت مش فاهم حاجه، اقسم بالله العلي العظيم ما اتفرجت عليه قبل كده ولا شفته، لان لو شفته او كنت بتفرج على الفيديوهات دي كانت حاجات كتير جدا هتتغير، لان الناس واخده عني فكره غلط، الناس واخده عني فكره مش عارف جابوها منين. بس انا بقسم بالله العلي العظيم، وده يمكن الفيديو ده هتلاقوا ان انا بحلف، لان انا بحلف الظلم وحش، الافتراء وحش، انك تظلم انسان وحش، ان انا الاقي ناس حاطه بتطلع تتكلم وتقول على الدكتوره عبير انها كانت مع ريالي نفسها او لما اخذ في اللفظ صدرها يعني وكده، ومش عارف بتقول لي طلق مراتك. اقسم بالله العلي العظيم ما حصل، اقسم بالله العلي العظيم ما حصل، اقسم بالله العلي العظيم ما حصل. انا طالع ومتنرفز لان دي حاجه تمس الشرف، شرفي وشرف الست وشرف الناس، واللي يعرف قيمه الشرف ما يتكلمش في حاجه زي دي. ثانيا حضرات يعني مش عارف اقول ايه، الفيديو كله عباره عن كلام فاضي، والله العظيم كلام فاضي. واعذروني ان انا طالع متنرفز كده لان حاجه تمسني، حاجه تمس شرفي، تمس شرف بنت الناس. وزي ما كنت ما بقبلش اي كلمه تتقال علينا وكنت بطلع اتكلم، ودي شهاده حق ما اقدرش اكتمها، دي شهاده حق ما اقدرش اكتمها. انا كان بيجي لي ناس كتير في التعليقات يقولوا شهاده الحق، ايش شهاده الحق؟ انا مش فاهم شهاده الحق على ايه. اظن ومطلقتي على ذمتي كنت بطلع ودافع عن الست دي لانها انسانه محترمه، واللي عملته معانا في اسبوع ما حدش يقدر يعمله في سنه، دي شهاده حق وهتسال عليها قدام ربنا. اللي عملته وصرفته في اسبوع واحد احنا قعدناه ما شاء الله، يعني ربنا يزيدها ويحفظها ويحفظ ولادها. وبالنسبه لبنتها مونيكا اللي بتقولوا عليها عامله مساكنه، او اقسم بالله العلي العظيم احنا قعدنا يوم هناك يوم، وللاسف يعني انا هتكلمها بصراحه، الست ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك، يعني هي ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك، بل احنا جينا من القريه اللي كنا فيها والمفروض هنروح الفندق ونبيت ونطلع على المطار مثلا، تاني يوم هنبيت ونطلع على المطار. ف مطلقتي قالت لا بلاش نقعد في الفندق، نيجي نقضي اليوم عندك، ده هي مسافة ساعتين في الليل، ساعتين الليل دي ورحنا طبخنا هناك واتغدينا مع بعض، يعني معنى كده كان عيش وملح مع بعض، فما ينفعش أي كلمة تطلع. إن بنتها قالت لها، مونيكا قالت لها يا ماما أنا رايحة مع صاحبي، وهي قالت لها ده رايحة مع صاحبها، بس لا كلام فاضي، كلام فاضي، كلام اللي عنده عقل يفهمه، اللي عنده عقل بيميز. ازاي انا واحده مثلا، احنا عايشين عامه في اوروبا ماشي، خلينا صراحه يعني لو في حاجه زي دي ما تعيبش حد، بس قسما بالله ما في حاجه من دي خالص، ولا حصل انها قالت انا طالعه لصاحبي او طالعه مش عارف ايه ومساكنه وكلام فاضي. اتقوا الله في الكلام، اتقي الله في كلامك، عندك ولايه، عندك بنات، اتقي الله فيهم. عيب لما نطلع ناكل عيش وملح مع الناس ونطلع نجرح فيهم، ده حرام. انت جرحت فيا، الحاجات اللي انا سمعتها ده انت جرحت في الراجل اللي كان بينام جنبك وكان مديك الامان وبيحميكي ووسخ سمعته
على اليوتيوب كلها من علم ربنا يحفظنا ربنا يعافيهم بسببك. فحرام حرام تقولي على ناس حاجة ما مش فيهم. هل جزاء الإحسان ولا الإحسان؟ جزاء الإحسان إحسان، مش جزاء الإحسان نطلع نسب في الناس ونلعن في الناس ونقول للناس. ثم أنا تعالي أنا ليا ملحوظة تانية، هو حضرتك يعني بتقول للقنوات تهزق فيا مثلا أو تشتم فيا، ما هو دي معروفة. معروفة إزاي؟ أما لقيك داخلة لايف عند واحدة ماسكة مطلقك ليل نهار وكانت ماسكاكي بأوسخ الألفاظ ومع يعني أقول لك إيه، كانت بتقول لك كلام محدش يستحمله محدش يستحمله في الدنيا، وترجعي تخش لها في لايف عشان طلعت بفيديو تقول لك أنا مش عارفة إيه وأنا اكتشفت الحقيقة يا مدام وأنت مش عارف، كلام فاضي. أقسم بالله العلي العظيم ما في كلمة من اللي بتقولها حقيقة. وإن أنت تخش لها في لايف معنى كده إن أنت بتدعميها، ماشي؟ يعني أنت موافقة على الكلام اللي بيتقال عليا، وإن القناة التانية ترفع فيديوهات ليها بتسب فيا وتلعن فيا وفي شرفي وكده، يبقى صدقيني ان اللي بيوزك على حاجة من دي بيوزك على الهلاك، بيوزك على نهايتك. اقسم بالله انا بتكلم كلام لو شغلت العقل هتفهميه. اي حد بيوز حد على انه يعادي شخص كان عايش معاه، مش اصل مش شرط انت تطلع تغلط فيا، مش شرط، مش شرط ان انت تطلع تكلمني في الدايركت كده على طول وتلقى عليا وتتكلم. اللي اوسخ من كده عارفه، لو انت اللي طلعت اتكلمتي في حقي كنت هقدر اتغاضى الموضوع، لكن ان حد يطلع يلقح بالكلام عليا وعلى سمعتي وعلى شرفي وانت تدعميهم وانت تخش لهم لايفات، يبقى الكلام ده كلام قله ادب، مهزله، ما فيهوش يعني ما فيهوش رحمه في الموضوع ده. صدقيني انا ساكت، وساكت احتراما للعيش والملح اللي انا اكلته مع الناس اهلك، مش عشان حاجه تانية، مش عشان حاجه تانية، عشان العيش والملح والعشره، لان ما بيصونهاش اللي ناس تقال قوي، ما يصونش العيش والملح اللي ناس بتصونه وبتعرف يعني ايه عيش وملح، مش ناس بتطلع تطلع قنوات قذره يتكلموا عليا وتروح تدعميها في اللايف. ايه ده ايه ده ايه قميه الجبروت دي؟ انا فعلا لو بتفرج على فيديوهاتك من زمان كان زمان الموقف اتغير من زمان، والحمد لله بفضل الله طلعت دفعت عن الدكتور عبير وانت على ذمتي لسه، دفعت عنها مره واثنين وثلاثه، لكن الكلام اللي انت قلتيه ده والله العظيم ما سمعته تاني، ما سمعته قبل كده ابدا. لكن كلام للاسف للاسف كلام ما يدلش على شيء، مش عايز اتكلم. انت عندك اولاد، عندك بنات، عندك بنتين، اتقي الله فيهم، اتقي الله فيهم، اتقي الله فيهم. انا مش عايز اطول في الموضوع، بس قسما بالله العلي العظيم اي كلمه هتطلع من اي قناه من اللي انا عارفهم اللي انت بتدعميها دي هطلع ارد، هطلع ارد. واتقي شر الحليم اذا غضب، ما ترهنيش على سكوتي او احترامي، ما حدش يراهن على اني محترم، ما حدش يراهن. الانسان لما بيوصل لدرجه بيتقلب 180 درجه، في درجه معينه في شعره في الانسان لو وصلت لها ما تساليش على حد تاني، واحذري اللي بيدلوكي، والحقي خش عند زفتة ودعميها واشكريها واعزميها. اقسم بالله اقسم بالله كمان مرة، انا ما بحبش احلف لكن الكلام ده طالع من قلبي، اي اهانة هتتوجه لي هطلع ارد، ومش هرد على القنوات اللي بتتكلم، هرد عليك انت. ياريت نحترم العيش والملح زي ما انا محترمه، ياريت نحترم العشرة، يا ريت تحترم الناس اللي دخلت بيتهم وقاموا معاك بأحسن واجب، كنت بتصوري وولادي ولادي بيطبخوا وانت بتصوري، دي كبيرة عند الناس اللي بتفهم كبيرة. وكنت بتغاضى وكنت بفوت وكنت بقول ده طيبة ده عفوية، لكن لما توصل ان انا الاقيك بتدعمي ناس بتسب فيا وفي شرفي، اقسم بالله
من يوم وراح انا اللي هرد. والكلام اللي اتقال على الدكتور عبير اقسم بالله العلي العظيم ما في كلمه منه حقيقه. الست اللي صرفته علينا في الاسبوع انا واحد من الناس حسبت مره على اكله 180 يورو. عارفين يعني ايه اكله 180 يورو؟ احسبوها في اسبوع في 3 وجبات. ادوا المتوسط بتاعها وشوفوا. هي قالت لك انا بشحت، هي قالت لك انا باخد 200 دولار ولا مش عارف ايه. اتقي الله، اتقي الله في الكلمه، لان بمعنى اصح ان احنا كنا ثلاثه، كنا ثلاثه، انت واعوذ بالله من كلمه انا والدكتوره. اي حد تاني يطلع يتكلم يبقى انت اللي بتتكلمي، معروفه اصلها بالعقل وبالمفهوميه. يا جماعه انا ما اظلمش حد، لو على رقبتي مش هظلم حد ولا هفترى على حد ولا هقول كلمة مش فيه. أنا مش هقول كلمة على حد مش فيه، وعمري ما طلعت اتكلمت على حد ولا رديت على حد إلا لما كانت الإهانة ليا. فبلاش تستفزوا الإنسان الطيب الكويس، تستفزوه بلاش بلاش. هتشوفوني بشكل تاني، طريقة تانية، أنا ما حبهاش ما حبهاش فعلا. لكن شهادة الحق دي على رقبتي اقولها، شهادة الحق لو على رقبتي اقولها. طب كده يا جماعة، انا الشهادة دي للدكتورة ببرقها، اقسم بالله الست عملت معانا كل واجب وكل خير، وعملت معانا اللي محدش يعمله في الدنيا، واكرمتنا وضيفتنا، وعربيتها كانت تحت رجلينا، والست نفسها سوري في اللفظ كانت معانا في كل لحظة تفسحنا في بلاد، واحنا اللي طلبنا منها الروح مش هي اللي طلبتنا، احنا اللي طلبنا منها. لو تفتكري وانت قاعدة قلتيلي انا اعرف كذا 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 الدكتورة عبير في اسبانيا، وتعالى نروح عندها وهنكلمها، لان احنا ما نعرفش حاجة في اسبانيا، هطلع اخبط صح ولا غلط؟ يعني احنا اللي طلبنا، احنا اللي فرضنا نفسنا على الست مش هي. وهي قابلتك بكل حب وكل احترام، وكانت اختي ليك في الزيارة دي، مش جزاي الإحسان الكلام ده. وأنا مستني أي فيديو هيطلع من أي قناة أنا هطلع رد. لو أنت عايز المشاهدات بقى تعالي وأنا هوريك المشاهدات عاملة إزاي. أنا ما بحاربش حد ولا عمري فكرت أذي حد، لكن لما الحاجة تيجي في الشرف وفي أولادي وفي أهلي الكلام ده كلام فارغ. ما حصلش ما حصلش. أنت كنت بتنزلي معززة مكرمة، الناس كلها كانت بتخدمك، الناس كلها كانت بتخدمك. اتقي الله واتقي شر الحليم اذا غضب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، واللي جاي كتير. الفيديوهات اللي جايه جايه كتير، لان انا مش بتاع الكلام الفارغ ده. لكن اي قناه هتطلع من اللي انا عارفهم، اللي انا لاحظت لما بعت عرفت ايه القنوات اللي انت بتخش لها وايه القنوات اللي انت بتذكريها على طول، اي كلمه هتطلع من اي حد انا هطلع ارد عليك. انا ماليش دعوه بالقنوات، انا هطلع ارد عليك. السلام عليكم، في امان الله، نشوفكم على خير.